سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق تيرت نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات بعد نقوم بالضغط هنا على تطبيقات من ثم سنقوم نقوم بنزول الى الاسفل والضغط هنا على تطبيق تيرت من ثم سنقوم نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري بعدها سنقوم نقوم بالضغط هنا على الموافقه من ثم سنقوم نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين بدات نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت وبهذه الطريقه نكون قد قمنا بحل المشكله ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه في فيديوهات القادمه ان شاء الله